انا هبدا بقى مع دكتور امال الاول، نبتدي من الخناقه وبعدين نروح للقانون. هو الاصل هو التربيه اساس كل حاجه. ابتدي من طبعًا. الخناقه الاول دكتور امال، ايه اللي بيحصل او من متابعتك لكتير من القضايا والمشكلات الزوجيه، ايه اللي بيحصل في فكره تقدير النفقه؟ ايه محاولات الالتفات او الالتفاف حوالين الموضوع ده قد ايه؟ حجمها ايه؟ خلينا نبتدي الموضوع من الاول، يعني ايه اللي زود الطلاق والطلاق بقى فيه مشاكل؟ لا ايه اللي زود الطلاق ده؟ عايز له 13 حلقه 15 حلقه. لكن لا ليه احنا كلنا بندور على قانون نوصل بيه لحلول ترضي المراه، لان بعض الرجال بعد الطلاق بيلجأوا لايه؟ للنقاط او الثغرات الصغيره اللي في القانون عشان يتحايلوا على قانون، فتلاقي الست معاها اولادها وطول الوقت راحه جايه على المحاكم بالسنين عشان توصل. فهي دي هو ده السبب الرئيسي اللي كل الناس بتجتهد عشان نوصل لحل يرضي جميع الاطراف. نسبه قد ايه يا دكتوره امال حضرتك بتجيلك ناس تقول لك انا متكفله باولادي من الالف الى الياء بعد الطلاق؟ من المطلقات يعني نقدر نقول 85. يا نهار ابيض. ودي ظاهره ما نقدرش ننكر انها موجوده بشكل رهيب، بس فيها جزء في جزء ناس تقدر تصرف وعنده داخله في قصه العند. ما احنا بعد الطلاق بندخل بقى في قصص، انا هاند ومش هصرف. طب والست برضو تقول لك طب خلاص وانا كمان مش هخليك تشوف الولاد. فيدخلوا بقى في الحاله دي. في المحور الاهم اللي احنا وصلنا له، ان بقى تستخدم الطلاق كاداه للضغط على الرجل بالظبط عشان عايز يشوف ولادك يدفع وده حق يعني لا يكتسب بباطل يعني.